اياد كورين. السلام عليكم اخي اياد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بك اخي اياد. ما زال التعتيم والهدوء يسيطر على بعض المشاهد في معارك مدينه ادلب، كيف تصف لنا الاوضاع؟ نعم، كل عام وانتم بالخير والامه الاسلاميه بالف خير، وعاد الله على السوريين ومن يقاتل لتكون كلمه الله هي العليا بالف خير. في البدايه دعني اتحدث لك عن اول ايام العيد في ادلب، حيث لا تخلو عائله الا وفيها شهيد او معتقل. بدأ الناس بزيارة مقابر الشهداء بأعداد هائلة، زينوا قبور الشهداء بالورد والريحان بدمعات حزينة، ثم صلاة العيد وانتهى من بعدها كل شيء. هذا هو العيد في سوريا، عيد الشهداء، غاب عنا الفرح ونتمنى أن لا يحرمنا الله من هذا الفرح في الآخرة. سناقب كان فيها العيد مختلف، حيث نام أهلها على مجزرة يوم أمس، راح ضحيتها 6 شهداء وعدد كبير من الجرحى نتيجة استهداف المدينة طوال يوم أمس بالبراميل المتفجرة. وصباح اليوم استقبل أهلها الطيران المروحي مع تكبيرات العيد، حيث تم استهداف منطقة قريبة من أحد المساجد وأدى ذلك إلى استشهاد شخص وجرح آخرين. مدينة سناقب تتعرض لحملة قوية بالقصف العنيف الذي يطاله بغارات من الطيران الحربي والمروحي والقصف المدفعي، ورغم ذلك هناك صمود لأهلها، سرعان ما يلملمون جراحهم ويزيلون آثار الدمار جراء القصف ويبدأون الحياة من جديد. حقيقة شعب صامد بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. في جسر الشغور أيضا شن الطيران الحربي غارة جوية على بلدة الكستن، وأدى ذلك إلى عدد من الإصابات بين الأهالي، كما تم استهداف مشمشان بغارة جوية من الطيران الحربي. يوم أمس قام الجيش الحر المرابط على الاستراد الدولي أريحة اللاذقية، قام باستهداف حاجز القياسات بقذائف الهاون الثقيل، وتم تحقيق عدد الإصابات في هذه الحوادث، فيما تعرضت قرية نحلية لقصف عنيف والتي تقع بريف أريحة. وادي الضيف، حاولت قوات الأسد المتمركزة في وادي الضيف التقدم باتجاه الإزاعة وسوق الغنم جنوب شرق معرض النعمان، فدارت اشتباكات عنيفة بين المرابطين على تلك الجبهة وبين قوات الأسد المتقدمة. استمرت هذه الاشتباكات لساعات، واستطاع الثوار من وقف تقدم قوات الأسد وارجاعها إلى مخاطرها. نعم أخي إياد، أيضا نتحدث عن هجمة لعصابات الأسد خصوصا للمناطق المحررة في جنوب معرة النعمان، كيف تم صد هذه الهجمات في مدينة إدلب؟ نعم أخي أبو حسين، تحدثت لك بأن الجيش الأسدي المتواجد في وادي الضيف والحامدية حاول أن يضم مناطق وأراضي إلى الأراضي التي يسيطر عليها، مستغلا عدد المرابطين القليلين في تلك المنطقة، وتقدم باتجاه الإزاع وسوق الغنم، واستطاع الثوار المرابطون هناك في تلك المنطقة من التصدي لهذه القوات، وتم الطلب نداءات استغاثة من الثوار الموجودين في تلك المنطقة، سرعان ما انضم للمرابطين عدد لا بأس به من الثوار، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين. استطاع الثوار المرابطون في تلك المنطقة من إرغام قوات الأسد على التراجع إلى مناطقهم بعد أن تم إيقاع عدد من القتلى والجرحى في قوات الأسد. نعم أخي إياد، أيضا نتحدث عن استهدافات متكررة لقرية مرعيان في جبل الزاوية، وهذه المنطقة كما تحدثتم سابقا بأنها تستهدف دائما بقذائف الدبابات بشكل مستمر، ما أهمية هذه المنطقة بالنسبة لجيش الطاغية؟ أخي أبو حسين، بالنسبة لقرية مريان وقرية الرامي، هي قريتان تقعان على الاستيراد الدولي وتشرفان على طريق الإمداد الذي يمد أريحة ومعسكرات النظام المصطومة والقرميد ومدينة إدلب، يمدهما بالسلاح والذخيرة. تقع هذه القريتان، قريتان مريان والرامي، على هذا الاستيراد، الاستيراد الدولي الذي يمد تلك المناطق بالسلاح، وبالتالي فإن لدى مرور أي شحن سلاح أو أي تحرك لقوات الأسد تقوم قوات الأسد باستهداف تلك القريتين في محاولة لمنع تقدم الثوار لاستهداف تلك الأرتال التي تأتي إلى مدينة إدلب وأريحة. وإذا أردنا العودة مجددا إلى أوضاع الصامدين والنازحين في هذا اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، كيف كانت أوضاع الأطفال وأيضا الصامدين في هذا اليوم، وهل من استهدافات لتجمعات سكنية في مدينة إدلب في هذا اليوم؟ نعم، مر أول يوم من أيام العيد بسلام والحمد لله، حاول الأهالي رسم الفرحة على وجوه الأطفال كونهم أطفال بريئين، ليس لهم هم وهم بريئين من هذه الأوجاع التي نمر بها، وتم بفضل الله تعالى توزيع الكبير
من الأضاحي على الفقراء والمحتاجين، باعتبار نحن في أول أيام العيد ولا يكاد أن يكون يوجد بيت أو محتاج إلا وصل له نصيب من الأضاحي بفضل الله وكرمه. ومن المعلوم كما ذكرت أننا في أول يوم عيد الأضحى هناك المدينة إن شاء الله في الأيام المقبلة. شكرا جزيلا لك إياد كورين، مراسل شبكة شام الإخبارية، متحدثا من مدينة إدلب وريفها.